أسعد الله وقتكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم دائما معكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد والبث المباشر على الفيسبوك. مشاهدين راح نكون نحن وياكم اليوم مع حلويات العنبتاوي أصل الحلو بفروعه الأربعة، طول كرم جنين قلقيليا وعتيل. تعالوا معنا بهالجولة، ولا تنسوا كمان الحلويات الشرقية وتجهيزات جديدة لعيد الفطر السعيد. كل عام وأنتم بخير مع حلويات العنبتاوي. تعالوا معنا في هالجولة، سؤال وجواب وجوائز، سيكون برفقة عبود الزغلول خباب الأسمر ومني أنا منتصر عناني. حلويات العنبتاوي أصل الحلو. من هو الأديب والناقد الذي لقب بعميد الأدب العربي؟ ما بعرفوش؟ الحمد لله. اختصاراً طه حسين. مظبوط، عميد الأدب العربي طه حسين. في عمداء كثار، سمعت شو قال لك؟ شو؟ طه حسين. سمعت شو قال؟ أعطيني. طه حسين هو عميد الأدباء العرب. هاي جائزتك من حلويات العنبتاوي. شكرا شكرا، كل عام وهم بخير وان شاء الله تقدم للامام ان شاء الله. اشكرك، كل عام وانتم بخير. اين توجد جزيره هوندو؟ سمعت فيها؟ هوندو لا ما مرت معك. أين توجد جزيرة هوندو؟ هوندو؟ آه. والله ما بالصين؟ بالصين؟ لا مش بالصين. اليابان. لا كوريا شمالية ولا جنوبية. هي ربحت بس هي بدها تربح بنتها بتقولي. شفتي كيف انا معك؟ قلب الام دائما. اكيد اكيد. صار هاي من حلويات عنبتاوي وانت طالع شارع نابلس مقابل مدارس الوكاله تاخذ هديه. شكرا. كل عام وانتم بخير. اي الدوله التي تحوز على اكبر عدد من البحيرات العذبه ضمن حدودها؟ صعبت علي. طب الاسكليت مرة قبل مرة، تعال تعال يلا. صعبت علي. شو صعبت عليك؟ لا صعبت سهلة جدا. فلسطين. فلسطين لا، والفلسطين فيها طبرية أكبر عدد من البحيرات. لا لا يعني جزر البلطيق، الفلبين، جزر البلطيق، جزر جبل طارق، شو اسبانيا، الأندلس. لا صعبت علي. طيب كل عام وانت بخير ونورتنا. نورتنا، اهلا وسهلا فيك. ما هي الدولة الوحيدة التي تحوز أو الدولة التي تحوز على أكبر عدد من البحيرات العذبة ضمن حدود أراضيها؟ مشهورة. أسأل غيرك. شو يا صبايا؟ أفسر. استنى تتفكر. شو شو يا بطل؟ شو يا بطل؟ شو عرفتيها ولا مش عرفتيها؟ أفسر. دولة معروفة مشهورة كمان. سؤال، ما هي الدولة التي تحوز على أكبر عدد من البحيرات العذبة ضمن حدودها؟ كل عام وأنتم بخير، أهلا وسهلا فيكم. ما هو الطير الذي ما هو الطير الذي يكنى أبو زاجر؟ يلا. النسر. النسر؟ لا مش النسر. اي عدن هو فكر السؤال نفسه. بغيره. طبعا بتغير السؤال. شو بعرفنا؟ ما هو الطير الذي يكنى ابو زاجر؟ معروف. صقر. ايش صقر؟ لا مش الصقر. اسمعي يعني عشان اقرب لك اياه وتيجي حواليك بما انكم كرابي. يعني هلا في اشي اسمه، في اشي احنا ما بنحبوش. يلا ايش بنحبوش؟ شو الطير اللي بنحبوش؟
يا عدن يا عدن، هي سهلت لك اياها كمان. غير السؤال. ليش تغير سؤال؟ شوفي اشي احنا منحبوش من الطيور. والله العظيم زعلان منك، والله يا عدن زعلان منك. في اشي من الطيور ما نحبوش؟ دخلوا في الكورونا. ايش؟ لا ملوش علاقة، مش الخفاش. لا لا لا، بنقول فلان زي ايش؟ بومة. لا سيبي، غير اشي تاني. رحنا كمنا البومة، في اشي تاني. يلا غراب. بقولوا فلان زي غراب البين. الغراب بحبوش، بقولوا زي فلان زي غراب البين. طيب هاي هديتك من حلويات العنبتاوي شارع نابلس مقابل مدرسة بكالي. تعطيهم يا بتاخذ هديتك، شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بخير، شكرا، رمضان كريم. مشاهدينا متابعينا، وصلنا معكم مع عدن اخر مشاركه معنا في هذا اليوم مع دائما حلويات العنبتاوي اصل الحلو. لا تنسوا مشاهدينا متابعينا حلويات العنبتاوي طبعا طول كرم جنين قلقيليا وعتيل وفرع ايضا في عنبتة. ولا تنسوا كمان تشكيل جديده عشان شهر رمضان المبارك ونهايته وبدايه عيد الفطر السعيد، تشكيل معمول وكعك هسه موجه العيد. فعشان هيك ما لكم عنوان الا حلويات العنبتاوي، حلويات عنبتاوي الاصل، اصل الحلو عنبتاوي. مشاهدينا اشكر زملائي من وراء الكاميرا عبود الزغلول الخباب الاسمر، ومني انا منتصر علاني، حلويات عنبتاوي اصل الحلو، صوما مقبولا افطارا هنيئا، تقبل الله الطاعات. الى اللقاء.